عبر الهاتف من الرياض معي سليمان العساف المحلل الاقتصادي. بداية، كيف أنت تتابع سيد سليمان موضوع البيتكوين وإلى أين تذهب، وموضوع التطورات يوم بعد يوم، يعني المخاوف من الجرائم المالية، من تهرب الضريبي، ما يحدث من غسيل أموال، اتهامات بغسيل أموال، يرجح هذا كفة بأنه فقاعة ولن نتحدث عنها بعد فترة؟ أهلا وسهلا بكم وبالسادة المشاهدين. طبعا أهلا وسهلا. عملة بيتكوين هي ليست الوحيدة، هناك ما يقارب 100 عملة في العالم، حجمها حوالي نصف تريليون دولار. المشكلة التي في بيتكوين لا يعلم من الذي وراءها، من الذي عملها، شخص اسم وهمي وبعد سنتين اختفى هذا الشخص. أصبحت عملة عن طريق الانترنت، كما هو معلوم أن التعدين يتم بعملية خوارزمية طويلة جدا، ولكن المشكلة أنه لا أحد يستطيع تتبع من يستخدمها وكيف يستخدمها. كما هو معلوم أن هذه ستكون ملاذا للمال القذر، ملاذا للجريمة، ملاذا للأموال الغير سوية، فلا يمكن التحكم بها لأنه هي عن طريق البلوك تشين، يتم التداول بها بعيدا عن أي رقابة. لذلك تعاني، لا بد من الانتباه لهذا الأمر. بالإضافة إلى أن هذه العملة تعتبر واحدة من الفقاعات، كما هو معلوم أنه 21 مليون عملة موجودة منها فقط، وبعدها ستنتهي، سيبقى التداول. لا بد من فرض رقابة عليها من أجل حماية المال العام، وحتى لا يكون هناك تبعات ونعيد 2008 مرة أخرى. طيب، هذا فيما يتعلق بأول شق، المخاوف والأخذ الاحتياطات اللازمة، ولكن في جانب آخر اقتصادي، يعني بغض النظر عما إذا كانت فقاعة وماذا سيحدث لاحقا، ثمة من يقول بأنه أستفيد في الوقت الراهن أنا، وخاصة الساعين وراء الثراء كما ذكر زميل بلال فارس في تقريره، وراء الثراء السريع. طبعا بالنسبة للساعين وراء الثراء السريع، لا، دائما من يسعى إلى الثراء السريع يكون في باله وفي علمه أن هذه مغامرة بحتة. دائما الناس اللي عندهم استعداد أن يأخذوا مغامرة يذهبون إلى هذا النوع. الآن وصلت إلى قرابة 18، واقتربت قبل ذلك من 19، في بداية السنة كانت 1000 وقليل من الدولار، 1000 وشوي دولار. لا بد من الانتباه، من يريد أن يذهب إلى هذا الاتجاه فليذهب وليعلم أن مخاطرتها عالية وسريعة جدا، ولكن ننصح بالابتعاد عنها لأنه ليست معلومة تبعاتها. لا يوجد أي قوانين تحكم ارتفاع وانخفاض هذا الأمر سوى المضاربة فقط، لا يوجد أمر آخر، وقد تسن قوانين دولية للحد منها، مواجهتها، كما هو معلوم أنها عملة حساسة جدا لأي قوانين تتخذ. ففي يوم واحد قد تفقد 1000 أو 1500 من قيمتها، مما يؤثر على هؤلاء المضاربين. طيب، ما احتمالية أن تصبح عملة معتمدة لها قوانين تحكم سعرها مثل أي عملة أخرى؟ يا سيدتي، العملات الرقمية ستكون يوما ما مهمة جدا وموجودة في كل مكان، ولكن أن تكون بهذا الطريق فهذا طريق ليس سويا وليس صحيحا. أكيد، يعني ثمة من يقول بأنه بهذه الفترة، بطبيعة الحال أن تمر بهذه الفترة التي لا يستقر فيها السعر. يا سيدي، أنا أتكلم عن البيتكوين وكل العملات الرقمية في هذا الوقت غير محكومة. عندما تقوم الدول بالاجتماع عن طريق البنك الدولي أو عن طريق مؤسسات أو البنوك المركزية لاتخاذ إجراءات، وتكون هناك رقابة على هذا النوع من العملات التي أصبحت أشبه بسلعة أكثر من كونها عملة، ويكون هناك رقابة عليها وسيطرة على حركتها، فأني أعتقد أنها ستكون طريقا جيدا ومستخدمة، وأنا أتوقع لها مستقبل، ولكن بعد أن توضع الضوابط والقوانين التي تحكمها. أنا أشكرك جزيلا على هذه المشاركة معنا من الرياض، سليمان العساف محلل اقتصادي.